Two. Many skin diseases. دوما طبعا skin disease اللي هي أمراض البشرة can be prevented by good personal. No. Hygiene. اللي هي النظافة الشخصية. Personal hygiene. Two, we should teach our children to eat and drink hygienically. Three, an inspector ensures, بيؤكد, مفتش, بيؤكد that food is prepared in لا hygienic. ما هو هايجينيك دي الادجكتيف دي الصفه تمام فوق كانت اند درينك هايجينيكالي بطريقه ايه نظيفه شخصيه يعني طيب هنا هايجينيك هي صفه لمين لي كونديشن I felt quite excited as the plane ايه off from the airport took off بمعنى اقلعت عكسها طبعا land يهبط طبعا عندي departure اللي هي المغادره departure من depart اللي هو يغادر تمام عندي arrive arrival اللي هو الوصول the room was filled with smoke and it became difficult to breathe اخرها e ده الverb I'm going outside for a fresh air breath for a breath of fresh air I am a two cats حسن ايوه حسن allergic to طبعا allergic to اللي هو حساسيه ليه انما ده حساسيه لاكله مثلا خلاص انما الحساسيه كشعور sensitivity هي حساسيه في الجسم مثلا مثلا في المشاعر في الكلام ده واحد حساس يعني اه اللي هو سنسيتيف انما انا عندي خلي بالك من سنس برضو في اتنين في سنسيتيف وفي سنسبل سنسبل تاتي مع الاسعار وتاتي مع الشخص بمعنى عاقل تمام سنسيتيف ده اللي هو الفيلينجز شخص حساس في التعامل يعني I have a two cats الاولى بقى I have an allergy عندي حساسية he lives ايه fish and chips he lives on يعيش على I live in Cairo have you had any direct with the director of the company كريم contact اتصال مع الاشخاص قلنا contact تواصل يعني I didn't know whether هنا بمعنى اذا to his silence as acceptance or refusal كرفض او اجابه يا ابن حبيبي يا مروان اول واحد انت يعني ايه اول واحد يفسر هنا بمعنى يفسر يعني يفسر ماشي هي ك انتربريتر اللي هو المترجم الفوري تمام ولكن انتربريت برضو ليها قلنا معنيين يا اما يترجم فوري يا اما يفسر كلام خلاص he had recently a from his wife نواف separated طبعا had والتصريف الثالث يبقى separated The paint helps. نوال. اه ماشي. ناصر ما خدش. ها. help يساعد. هنا paint يعني الدهان. يساعد. ايه ضد الصدأ.
اسكت. بروتكت يا ابني، الفيرب هيلب والمفعول والمصدر، او هيلب ومفعول وتو والمصدر. ليه مش ايه؟ لو بروتكتور يبقى از a protector، يبقى as a protector كحامي لي. 15 أنس، my wife changes the A of our bed every day. bedding. they lack the references، عندهم نقص في references to do their own A so they will visit public libraries. research. reference اللي هي المصادر. The old books were all covered with A when I found them. لا خلاص قلت اتنين. يلا يا حمادة. Dust التراب. طبعا rust ده الصدأ، فالكتب مش هيبقى صدأ. 18. You should A gloves while repairing your car. Where. طبعا لو في put كنا خدنا put on بقى. يضع برضه. put on. 19. صفوت. Do you ايه؟ يشيلوا يو. او do you know that، يعني هي تبقى do you know that tigers belong to، تنتمي لي. her hair is long so she tied it up. 21 ناصر، if necessary ماشي perform CPR. طبعا بيرفورم بمعنى يؤدي او يقدم عرض. تمام. بيرفورمر اللي هو مؤدي العروض، تمام، رقص او مسرحيه او بتاع، ده بيرفورمر. بس بيرفورمر مش زي دانسر، خلي بالك، بيرفورمر مش زي دانسر. دانسر ده اللي هو بيقوم بحركات الرقص بس، راقصه او راقص. انما بيرفورمر ده مؤدي، يعني يدخل مسرحيه مثلا يؤديها بقى بكل ما فيها، بيرفورمر. تمام. it seemed that كان يبدو that our lives then had been happy indeed or at least تانية او على الاقل. امال least ديت يعني ايه؟ least ديت تجيبها كده، اقول لك ايه، I worked او I am working hard lest I would be fired. بص الزمانين، بص الزمانين دول، I am working hard، أنا أعمل بجد. lest هنا يا حبيبة معناها خشية أن، من حالات اف النادرة اللي انت هتلاقي فيها present، وهتلاقي الجملة التانية would وايه؟ would ومصدر، خشية ان، اللي هو اذا لم تعمل بجد سوف، اسمها mixed conditional. دي لسه هناخدها في تانية او تالتة كمان. تمام. mixed conditional، انا بعمل بجد خشية ان، اللي هو بتيجي من الاصل بتاعها، لو لم اعمل بجد سوف افصل، if I don't work hard. حولها لي الليست بقى، يبقى I am working hard أو I work hard. list خشية I would be fired، خشية أن أطرد. تمام؟ raw meat حبيب. في واحدة قبلها. what a he to change his mind. what made، لا المفروض what made him، دي المفروض تبقى him. What المفروض made him change، what caused him to change. to المصدر دي هتبقى caused. لا ما فيش caused. صح. him. What caused him. raw meat must be kept A from cooked meat.
لا مش نير باي. separate منفصلة عن ايه؟ ما هو made بجيب مصدر على طول. what made him change، انما to ديت caused، ما الذي تسبب له في التغيير. I inhaled استنشقت the smoke and couldn't stop coughing. فاطمة خلاص نيجي النهاردة على الجرامر. نقرينا الهايجين ديت move around. ماشي نكمل. بص كده على السكرين. اونلاين معانا ضاي. فاطمة لسه. طيب ثواني. ماشي يلا يا فاطمة. There was a bomb threat، تهديد بالتفجير. هنا تهديد بالتفجير أو بقنبلة يعني. So the police is a mole. يعني ايه فتش يا ابني يا حبيبي، أنا زهقت. So the police evacuated. جملة evacuated the mall. evacuate واخدينها المرة اللي فاتت، والله واخدينها المرة اللي فاتت. ايوه واخدينها المرة اللي فاتت. ماشي تشامبيون خلاص يا حبيبي. Could aid the writing on the Rosetta Stone. Could see interpret 19. Die. I'm looking for a digital camera with a lens. Removal أو Remove. remover. Removable. Removable lens قابلة للتغيير. Removal ده مزيل نفسه. We add a suffix to turn the verb interpret into an adjective. سي No. يبقى يبقى Interpreter. بي Interpreter. 21. The word dust can be used as. يلا أنا يا برضو نفير. نفير. نون يا مستر. A and B. A and تمام B. ماشي. Noun و verb. Noun اللي هو بمعنى الغبار. Verb بمعنى ينفض تراب. We تمام. add the prefix before rab to get antonym. unwrap. Unwrap. خليه معاك. احنا قرينا ديت. How clean is your home؟ قرينا. طيب. Most men who have A to penicillin should make a test before using it. ضيق قالت عمر رامي. Most men who have A to penicillin should make a test. تبقى سي يا مستر. T allergy. Most men who are A to penicillin should make a test. ايه ايه who are allergic. تبقى ايه يا مستر؟ A. تمام صح ماشي. بعد كده عندي زياد. A or an is a very small living things. It can cause illness. Bacteria. Bacterium.
احنا قلنا المرة اللي فاتت بكتيريا اللي هي الايه؟ جمع، خلاص في الانجليش هي جمع، يبقى ديت بكتيريوم المفرد منها. 13 raw meat and poultry may contain harmful bacteria. Raw meat and poultry may contain harmful A infection. عدوى ايه بقى؟ انا برضو خلاص هي بكتيريا اللي هي ايه؟ bacterial. طبعا عندي كلمة sanitation يا جماعة اللي هي النظافة العامة، hygiene اللي هي النظافة الشخصية. كمل يا دوما. The inspector ensures that food is prepared in a condition. لسه قايلينها. لا ما كانتش التالتة. Hygienic. Hygienic condition. دي كده الصفة. Adjective condition. Personal cleanliness. النظافة الشخصية. This phrase can be hygiene. The farmers ploughed حرثوا the vegetables leaves back to enrich the soil. U3 التربة. The knot should be swabbed every morning. Floor الأرضية. In winter, we usually a heavy clothes. Wear. ده اللبس عامة. At the party, Mr. Shamil, a black jacket was wearing. She a fashionably. She dresses. Fashionably يعني على الموضة. Dress هنا اللي هو بنقول عليه clothes code. هي طريقتها في اللبس ايه على الموضه. Water and a liquid can stain unprotected wood surface. حسن. And other liquids. One man was arrested but the A1 get away. لا يقول لك واحد اتقبض عليه وجايب لك كلمه one يبقى but the other one. احنا قلنا other وanother. With the other, with the others. حكينا حكايتها ياما. نحكيها آخر مرة. ما أجي أقول لك كده. Sorry, it doesn't work. ده لا يعمل. So I need another one. طيب أنا قدامي جهازين مثلا. فالأول مش عاجبني. I won't take this one. I will take the other one. أو I will take the other. تاني I will take the other A one. طالما انا مخير ما بين اتنين فالاول والثاني، الثاني اقول عنده the other. طب افرض في اتنين تانيين يعني جمع بقى مش مفرد، هناخد مثلا حاجتين يبقى I will take the A the others. I'll take the others. I'll take the others. طيب لو انا اقول لك كده there are many flavors. There are many flavors. عديد من الأطعمة يعني النكهات. ما أجي أقول لك كده. Some have allergy. Allergy اللي هي يعني في البعض بيبقى لديهم الإيه؟ الحساسية. طب عايز أقول الآخرون. يبقى ساعتها أقول إيه؟ The others والآخرون لأ. تمام؟ طيب كلمة other أجيب بعدها اسم مفرد ولا أجيب اسم جمع؟ لا some people like me other people don't. تمام تاني some people like me other people don't. يبقى people هنا اسم جمع. طيب I spend قلنا برضو spend ويجي بعدها مدة زمنية و verb ing. إنما لو بمعنى يصرف يصرف اقولها ازاي؟ spend money ايه؟ على الشراء. لا احنا قلنا spend يا جماعه ليها حالتين.
الحاله الاولى عندك اهي اللي هو يقضي وقت، فدي بيجي بعدها فيرب اي ان جي. اقول لك مثلا هي سبنت تايم ووكينج، قضى وقت في المشي. انما عايز اقول لك هو صرف فلوس، يبقى هقول لك كده هي سبنت ماني اون، واجيب فيرب اي ان جي، يبقى هي سبنت ماتش ماني اون باينج، يا حماده اون باينج كلوزز، على شراء الايه؟ الملابس. طب تيك وتايم يستغرق وقت، يبقى I took time to do my homework. I took long time، استغرقت وقت ايه؟ طويل، ممكن اقول ساعتين وثلاثة والكلام ده. تمام؟ I spend much time every night studying. It takes me 3 hours to reach. ماشي، هنا برضو لاي والباست منه ايه؟ المصادر دي خدناها المرة اللي فاتت. ماشي، don't in the sun for too long. كريم أنهي واحدة؟ أول واحدة don't lie in the sun، بعد كده she يا ابني. لا يا ابني ليه يو ار او يو بي يا ابني؟ دونت لاي انهي واحد؟ لا يتمدد يعني، يعني ها وبمعنى يكذب، ما مش هقول لك ما تكذبش في الشمس، خدناها المره اللي فاتت. She ate to her teacher about why she didn't do the homework. Lied دي كذب. When I went to his room, he lay on the bed and sorry, watching a movie. He was laying ولا was lying؟ Was lying. أول جملة don't lie in the sun for too long. لا تستلقي في الشمس لمدة طويلة. يعني إيه respond؟ ماشي. Respond to ده الفعل اللي إيه؟ سوري حرف الجر اللي بيجي معاه. طيب النون بقى I didn't have a response مثلا to my call ولا for my call؟ لا to my call. Response to my إيه؟ my call. طيب responsive اللي هو متجاوب. يعني عايز أقول هو مسؤول متجاوب، يبقى he is a responsive manager، مسؤول متجاوب بياخد ويدي معاك في الكلام. 14 كريم نواه the government ate to the problem by building new roads. المفروض a new road. ها responded استجابت. I'm waiting for your انت برضه قلت كمان response ها to my offer. ماشي. In case of emergency الطوارئ، إنما أمر طارئ emergent. She needs a heart surgery، عايز أقول جراحة عاجلة، يا إما أقول emergent يا إما urgent، عاجلة أو ملحة، بس urgent جاية من الverb urge. urge يعني يلح، يلح عليك مثلا انت تعمل حاجه. اقول لك he urged me to، he urged me to. she needs a or an طبعا ايه emergent. امال immigrant ديت اللي هو ايه؟ instant يعني بعيد. ايه instant ممكن معنى فوري؟ اه صح، بس هي دي طارئة. في ايه؟ اه في بي ان سي، صح كده يا جدع على مروان. ازاي يا جماعة بي ان سي؟ اه اه صح صح بي ان سي. ها؟ اشبع بيها. بعد كده يلا يا انس. You will need عقبالك A qualified A to rewire your flat.
electrician كهربائي never use water to put fires in a equipment ولا electric لا تستخدم المياه to put fires in وايه الفرق بين الكتريك والكتريكال؟ قلنا الكتريك تشتغل بالكهرباء، الكتريكال موصله للكهرباء. لا تضع المياه في الكتريكال اكويبمنت. ماده صح، ماده موصله الحراره، يعني ما تجيبش برميل صفيح وتحط فيه الميه، لا ابعدها عن الحراره. يبقى الكتريكال هنا موصله للحراره. بعد كده للكهرباء يعني. heavy traffic can احنا قلنا ايه الفرق بين reason واللي هي قلنا ايه الفرق ما بين reason و cause. reason سبب، قلنا سبب بسيط. cause سبب مشكله، يعني مشكله متسبب في مشكله. فبيقول لك heavy traffic can ايه delay the rush hour. دور مين؟ حماد. C can cause. Can you give me the A why you insulted your friend? ليش شتمت صاحبك؟ Reason. بس reason ايه؟ ممكن اقول the reason why واجيب جمله، او the reason for واجيب noun. يعني اقول لك كده the reason for واجيب noun بعدها، او the reason why ودي بجيب sentence جمله. يعني مثلا الغياب اقول لك كده what is the reason for your absence، ما سبب غيابك، او what is the reason، او give me the reason why you were a absent. طبعا breathe و breath و breathing. lungs helps us to breathe. The doctor said, please take a deep breath. ماشي، خدنا make. بص معايا كده. لما اقول لك he makes واجيب المفعول بعدها، حاجة من اتنين، يا اما adjective يا اما مصدر. يعني اقول لك he makes us study، ادي فعل مصدر هو بيجعلنا نذاكر. اقول لك كده he makes us happy، هو يجعلنا سعداء. الجمله كده دي مبنيه للمجهول ولا للمعلوم؟ اكتف ولا باسف؟ جمله اكتف، هو اللي بيفعل اهو. طيب اعكسها بقى، هات we، فاحنا هنقوله كده we are made. اقول بقى to والمصدر، we are made to study. يبقى في حاله ان انا بنيت الجمله للمجهول في الحاله دي بقول we are made، وبعدين اجيب to والايه؟ to والمصدر. ماشي؟ هات لي هنا. مستر شامل makes us صفوت. A and B، يا إما happy يا إما feely happy. It's a waste of time. It's a waste of time to set. لا sitting. It's a waste of time sitting، الجلوس. It's important to eat. She has an influenza. She can't stop coughing and sneezing. Bacteria like to grow in warm, wet places like a kitchen sponge. حليناها المرة اللي فاتت دي. ده حليناه. هات لي بقى الجرامر النهارده. لا دي لا.
هنشرحه يعني، هنشرحه. دي لا، دي لا. The moment I saw her, I knew that she was very angry. كمل يا ناصر. لا recognize يعني تعرف. Realize، أدركت. Accompanied، رافقت فلان. Realized. I saw him as soon as he came into the room. I accompanied. رافقته. هنا تعرفت عليه، سوري. ماشي. 40. حبيبة. It's cold tonight. Can I have another egg on my bed, please? Bedding. لا مش بيدنج، ده فرش. احنا عايزين هنا بلانكت اللي هي الايه؟ بطانية. ماشي. After the fire, my neighbor was taken to hospital with serious burns. فاطمة. Children were away from the city to escape the danger of war. Children were لا طبعا evacuated. تم إخلاءهم. Were evacuated. تم إخلاءهم من المدينة. To escape، للهروب من مخاطر الحرب. When the telephone rang, my daughter answered it. Immediately. Nofir. He spent the evening. He up the present for the party. نفير. رابين. رابين. Ask your teacher for. كريم تعالي لي هنا. تعالي تعالي لي هنا. ايوه. Advice. Ask your teacher for A on how to prepare for the exam. قلت ايه؟ Advice. 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 His A. يلا يا عمر. His A leg prevent him from playing the final match. سي يا مستر. سي injured. القدم المصابة. أحمد never is work but he's obviously exhausted. من الواضح إن هو مرهق. كمل اثنين. release سي. لا complains، لا يشكو. ولكن من الواضح ان هو مرهق. زياد اتفضل. We had our an A with the waiter about the bill. They added more taxes. ضافوا ضرائب كتير. ايه؟ argument جدال. طبعا هنا ده مش ديسكشن، مش مناقشه. المناقشه احنا بنبقى متفقين ايه في الموضوع، فاهم؟ نتكلم عن اهميه نهر النيل، دي ديسكشن. انما انا عندي ارجيومنت اللي هي ايكوالز ديبيت، ولكن ارجيومنت في موضوع صغير، ديبيت اللي هي مناظره بقى في موضوع كبير. My friend describes describe my friends describe me as a man as I don't like jokes. Serious. طيب. I can't play football this week because I have in my foot. Hurt. Hurt. I think you should eat your brother for rest for wasting his time. B. Apologize. بعد كده دوما. There was a or an between my parents about our expenses. اللي هي المصاريف. They had two different opinions. Discussion. لا، هما الاثنين كان عندهم رأيين. يبقى argument. كل واحد له رأي. قلنا discussion، احنا متفقين على حاجة. نعم. Apologize، يعتذر.
The seller, well, A, how to use this new system? I don't know how to use it. Explain. لو في us يبقى ممكن يبقى well tell إيه؟ us how to. إنما هنا explain هيفسر how to على طول. If I were you, I wouldn't place too much A in this bad man. Place هنا بمعنى يضع. حاسسها سي؟ طب انا حاسسها بي وانا حاسسها ايه؟ تراست. يبقى لو كنت مكانك لم كنت لاضع الكثير من الثقه. تراست. Forgiveness اللي هو السماح. Doubt اللي هو الشك. We should put cold water on burns immediately. The teacher asked the students to aid a poem. Interpret, يفسر. The earthquake caused A2 property estimated at 1 million pounds. Damage. دمار. After the accident, he suffered نقط and bruises. Bruises اللي هي الكدمات. إيه؟ Cuts and bruises. مال pandemics اللي هم مين؟ مسعفين. تانية epidemic. Pandemic. What? What? What caused you to change? I was made to change. ما يصحنا صح كده. The fire department responded to the call within minutes. Huh? Two responded to. Her hair is very long. طيب واحدة واحدة بقى الدرس ده عشان في نقط كتير. ماشي يا اللي جنبك حسن دخل وحوكي دخل في بص يا شباب هو انا دلوقتي يا حبيب قلبي خلاص عندي كلمه باند يعني ايه باند محظور ممنوع عندي فوربدن يعني ايه فوربدن ممنوع او محرم برضو prohibited برضو ممنوع او محرم خلاص فانا اجيب اي واحده من دول الثلاثه اقول الاول جمله it is اقول مثلا it is banned it is a forbidden it is prohibited واجيب معاهم to وفعل ايه must ده لو انا بادئ بمين it is او كنت بادئ مثلا في الباست يبقى it a it was يا حسن اتعدل لي كده طيب انا بقول ده ممنوع يبقى ده على اي حد انما لو جيت قلت لك كده you are وجبت اي صفه منهم banned forbidden هكمل جملتي ازاي يعني عايز اقول لك انت ممنوع من السفر you هل هقول يا ترى يا حوفي you are forbidden to travel امال ايه you are forbidden from traveling يبقى انت ممنوع من الايه السفر يبقى انا عندي طريقتين لاستخدام الصفات دي يا اما في المطلق it is forbidden to من الممنوع ان to travel it's forbidden to use this gate تمام اللي هو you mustn't يعني you mustn't use this gate يجب ان لا تستخدم هذه البوابه في مطار ولا حاجه انما انا عايز اقول لك بقى انت ممنوع من الشيء يبقى you are banned او forbidden او prohibited واجيب from واجيب verb ايه ing في حاله عدم وجود ing ممكن اقول ايه الناون يعني عايز اقول واحد لسه عامل عمليه فممنوع من الاكل او واحد ممنوع من الاكل التقيل مثلا الدهن وبتاع يبقى he is forbidden from fat ايه مثلا fat food خلاص طعام الايه السمين
طيب نيجي بعد كده، ما اجي اقول لك كده you mustn't smoke، حاجات دي كتير منها خدناها الترم الاول. you mustn't smoke here، يجب ان لا تدخن، لا يجب ان تدخن هنا. فيجي يقول لك استخدم الفيرب allowed، وممكن يقول لي استخدم the verb allow يسمع. أول طريقة لو عوزت allowed هقولها إزاي؟ طريقتين، allowed دي ليها طريقتين. ها؟ It's not أو it isn't allowed to smoke here. أو لو بكلم شخص بعينه بقول له you are not allowed to smoke a here. ماشي. طيب الجملة allow أو الفيرب allow لما أدخله الجملة هقولها إزاي؟ بمنتهى البساطة كده، دي كانت مبنية للمجهول، صح؟ أرجعها لأصلها اللي هو say. say دول اللي هم مين؟ the managers بقى، the owners، المالكين. يبقى they don't، لا they don't allow ايه نفسه؟ smoking. تمام؟ مش فاهم؟ they don't allow smoking، هم لا يسمحوا ب، ماشي they don't allow smoking. طيب ممكن allow it برضه نقولها بطريقة تانية بس يعني ما رجعناش قلناها فوق. ممكن اقولها كده smoking isn't allowed allowed here. ماشي، دي الطريقه الايه الثالثه ما قلناهاش. يبقى كده allowed اهي بثلاث طرق، وخدنا they don't allowed يبقى دي جمله ايه منفيه عاديه، ليس مسموح لو هم لا يسمحوا ب. خلي بالك they don't allow هجيب بعدها زي ما انت شايف كده، يا اما فيرب اي ان جي يا اما ايه ناون على حسب اللي تلاقيه. يعني عايز اقول هم لم يسمحوا باكل الاطعمه هنا، يبقى they don't allow eating foods مثلا، او ممكن اقول they don't allow ايه foods and drinks، داخل سينما، داخل محل بتاع، مانعين الاكل والشرب. مفهومه الحته دي؟ طيب ممكن بطريقه تانيه برضو، انا ممكن استخدم legal. يعني ايه legal؟ قانوني شرعي، وعكسها illegal اللي هو غير شرعي، برضو بنفس الطريقة it's illegal ايه to، it's illegal to أو it's legal to، من القانوني أن تفعل هذا. يعني you can park here، تقدر تركن العربية هنا. يبقى في الحالة دي هقول ايه it is illegal to park ايه here. طب you mustn't park your car here، يبقى it's illegal to park here، ده غير قانوني. It's not legal بالنفي، طبعا. اي صفه، احنا كل ده صفات. فالصفات بنوت عادي ان فيها verb to be. ماشي. خدنا برضو قبل كده has to، طبعا كل الكلام اللي احنا بنتكلمه ده يؤدي الى مين يا جماعه؟ must، الضرورة أو الإلزام. يعني هنا has to أو have to، نفتكر إن إحنا كنا has to و have to كنا بننفي ب doesn't مع has، تمام، و have بننفي معاها بإيه؟ don't، وأجيب have to والإيه والمصدر مع استخدام صفة بقى necessary اللي هو ضروري، وممكن كمان صفة un necessary غير ضروري، يعني الصفة وعكسها. You have to يبقى it's necessary. You don't have to يبقى it's unnecessary، أو برضو it isn't a necessary. الفكرة في مين بقى؟ في need. يعني إيه need؟ يحتاج. أنا أقول لك كده ممكن we need oxygen. We need oxygen. إحنا محتاجين الإيه؟ الأكسجين. طيب المشكلة مش في نيد، المشكلة في النفي بتاع نيد. خلاص؟ إزاي؟
قال لك نيد ده ليه طريقتين في النفي. لا لا دونت ودازنت ده فيرب عادي، مع يعني لو لقيت هي نيدز هتقول دونت، هي نيدز هتقول دازنت، لقيتها نيد هتقول دونت، ماشي. احنا المشكله في مين؟ في دونت او دازنت، نيد تو، والطريقه الثانيه للنفي دي اللي انت ما يعني ما بتعملش بيها كتير، نيدنت مع فعل ايه؟ انفينيتيف، فعل مصدر كده على طول. طيب دلوقتي انا بكره الجمعه، تمام، مثلا الصحيان بدري، هل اقول كده do I have to wake up early؟ ها، هل في اجبار عليا ان انا اصحى بدري؟ مفيش، انا فري، صح، اصحى بدري اصحى متاخر براحتي، صح. يبقى ساعتها اقول I don't have، يا كريم اقول I don't have to get up early، انا مش مضطر، يعني القانون في صفي. طب لو رحت، لو صحيت بدري معليش مشكله برضه، متاخر بدري معليش مشكله. طيب تعالى بقى needn't، لو انا ابني عندنا مسرحيه، تمام، والمسرحيه دي الدخول ببلاش، هل يا ترى اقول I don't need to buy a ticket ولا I needn't to buy a ticket؟ هي الحاجه ليها لازمه ولا بلاش لازمه؟ شرائي او عدم شرائي خلاص ملوش ايه؟ ملوش لازمه، حاجه مفيش تذاكر اصلا اشتريه، يبقى في الحاله دي هقول ايه؟ needn't. مثال تاني، عندكم لحمه في البيت، تمام؟ فالحاجه تتصل بالحاج تقول له ما تجيبش ايه؟ لحمه، ليه؟ لان عندنا. اه هو الشراء هيزود، هيبقى عندنا 2 كيلو او 3 كيلو زياده، بس احنا النهارده هنعرف ناكل ولا مش هنعرف ناكل؟ النهارده هنعرف، يبقى يو نيد انت ايه؟ باي، ما كانتش في القايمه اللي انا قايل لك اشتريه. خلاص كده؟ ليه؟ لان عندنا. طب احنا النهارده هناكل فراخ، سواء بقى اشتريت لحمه ما اشتريتش لحمه دي مش مشكله النهارده، يبقى ساعتها هقول ايه؟ لا مش needed. Don't have ايه؟ two. احنا عندنا هنطبخ كيلو لحمه النهارده واللحمه عندنا. باباك راح اشترى، اقول له ايه؟ You needn't buy. ملهاش لازمه. ليه؟ هنطبخ اللي عندنا اهو. خلاص؟ اللي انت هتجيبه هيتحط في الثلاجه. طيب، تعالي بقى اللي هي الثانيه، المثال الثاني. هناكل فراخ اصلا. هناكل فراخ. ليها لازمه حوار اللحمه من اساسه؟ سواء اشترى ما اشتراش ما هوش مؤثر النهارده، مش ملوش لازمه، مش مؤثر، ماشي. التاني زياده needed، زياده على اللي عندنا، انما في الاولانيه لا، اصلا احنا ما بنتكلمش في موضوع لحم، احنا بنتكلم فراخ، يبقى you don't ايه have to، ما تشتريش، ماشي. ده اللي عندها 50 فستان مثلا، هل تحتاج تشتري؟ ما تحتاجش، تحتاج برضو ما عندهاش دم يعني، تمام. اقول يا ترى she don't have to ولا she needn't؟ she needn't، لما يبقى 51، ما هم 50 اصلا يبقى ملهاش لازم، تمام. الحفله سواريه النهارده، او مثلا الجو حر، الجو حر وهي عايزه تلبس جاكيت مثلا، هو عايز يلبس جاكيت، اقول له ايه؟ you needn't to wear a jacket ولا you don't have to wear a jacket اصلا؟ You don't have to. فاهمين؟ يبقى لما تبقى الحاجة مالهاش لازمة، جمال عبد الناصر كده في ذات نفسها، استخدم need into والمصدر. تمام؟ حاجة من الأساس المفروض ما تتعملش، استخدم don't have و to والإيه؟ والمصدر. نعيد تاني. شايف الناس عينيها خلاص يا عم، خلاص خلاص. طيب هات لي كده الايه، الاكسرسايز الاولاني، ايه عايز ايه؟ واجب ايه؟ بص
بركاتكم. هاتي يا والنبي الشاحن يا عم، ثانية بس ما يشتغل والله العظيم. معلش يا جماعة الجهاز علق، بس ثواني. بيج كام عندك دي؟ 20. طبعا في الفيوتشر يا جماعه انا عايز اقول لك سيكون من الضروري يبقى استخدم it will be a necessary او you will have to، وبرده فعل ايه؟ مصدر. سيكون من الضروري ان. طيب تعالى بقى واحده واحده كده في الجمل ديت. I clean the kitchen before my mother gets back. I want to surprise her. واحدة واحدة كده في الجمل وافهم المعنى المقصود. ها مين اللي عليه الدور؟ صفوة. قول يا حسن. I needs دي مستبعدة طبعا، يبقى needs مستبعدة و mustn't mean مستبعدة. I have a two، يبقى من الضروري ان انا قبل ما هي تيجي ضروري. هل الزام؟ لا ده ضروري بس. Sorry I can't go out now. I clean the kitchen before I'm allowed to go out. هنا اصبح الموضوع ايه؟ الزام. افهم الفرق بين الجملتين. الجمله الاولى انا عايز افاجئ الوالده، تمام؟ فقلت هاف ايه؟ هاف تو. انا ممكن ما افاجئهاش عادي يعني، سيب الاوضه زي ما هي، المطبخ زي ما هو. انما في الجمله الثانيه بقى ده تخرج يا ابني معايا؟ لا والله I can't go out now، ما اقدرش اخرج. يبقى I clean the kitchen before I'm allowed to go، قبل ما يكون مسموح ليا. هتبقى ايه يا اوفي؟ ماست. هنا ده شيء الزامي مش مسموح. When you drive a car, you own a license or you will be fined. Now when? You must. ده شيء إلزام، قوانين. When you leave the country, you issue your passport at customs. أنس. You must. إجراءات ماست. Last night، خلي بالي بقى من الزمن، هو الباست من ماست إيه؟
had to والمصدر. طب والنفي والماضي من have to ايه؟ برضه had و to والمصدر. ففي كل الحالات في الماضي must او have to واحد في الماضي had to. فانت قول كده حماده. Last night I go to hospital because of being very ill. I had to. It is a A. خلي بالك من دي برضو. ممكن أقول لك you must. أو as of what? It is a. لا. It is a must. It is a must. إيه ده؟ طب ما تنفع obligatory. It is obligatory. أه بس آن بقى. هي اللي حاكمنا هنا مين؟ A. فخدنا must. It is a must. Obligatory شيء إلزامي برضو. 7. ناصر. You may be late. You will miss the beginning of the film. You mustn't be late. خلي بالك لما أشدد على ضرورة فعل شيء وما عليهوش عقوبة أستخدم mustn't و must برضه. تمام؟ يعني والدعوة برضه لما أجي أدعوك أنت لازم تيجي تزورنا. ما أقولكش you should visit us ولا you have to visit us again. You must visit us again. ماشي كده؟ بعد كده يلا كيم. You A park here. This is a no parking site. Mustn't. لا يجب. 9. فاطمة. You A park here. There is a better place there. Needn't. هنا لست ايه؟ في مكان احسن. لما تعمل حاجة دي شبالية لست ده في احسن. كملي يا بيبا. My father he worked today as it is a holiday. Needn't. الله طب فين doesn't؟ مش موجودة doesn't. مش موجودة doesn't. ماشي. البديلة ليها مين؟ needn't. هنا. You A die. You A come if you don't want. Needn't. لأ دي مش فين موجودة أصلا. موجودة أصلا. ما You don't have to. You don't have to. أي. صح. You don't have to. هتحلوا واجب يا شباب. احنا قلنا needn't والمصدر حاجة ملهاش لازمة. don't need to. اقعد يا حبيبي بس افهمك حاجة. don't need to حاجة مش ضروري أصلا تعملها. مش ضروري. شيء مش ضروري. تمام؟ يعني النهارده الحفله السواري مش هلبس جاكيت، دونت هاف تو. تمام؟ انما الواحد بنت عندها 50 فستان، مالهاش لازمه اشتري لها 51 ليه؟ ايه؟ لا مش شرط، وصحياني بدري من عدمه، له لازمه وملوش لازمه؟ لا انا بتكلم عن المفروض عليا والغير مفروض. دونت هاف تو ده. هنحله يا شباب بس بالقلم الرصاص معلش عشان يبقى في غلطات. عندكش خد قلم رصاص اهو. معكش حاجه تاني؟ خد يا حبيبي قلم رصاص اهو اديله يا حبيبي. كون الصغير. Page 21 22 23 24 من 21 ل 24 اخر واحدة 25؟ لا كفاية كده. من 21 ل 25. بالرصاص. خليتها موجودة 25؟ اه. حفظ الشكل القديم. انت من 21 لكام؟ بعتني الملزمة الأكبر كده. 25 لكام؟ ايه؟ يا عم ده فاهم مش هقعد معاك نص ساعة. ايه؟ الشيت الاولاني يا جماعه الصفحه الثانيه بقى اللي في الظهر. ظهر. هتصوره لك الميز. لا هتصوره. دكتور ممكن حضرتك تنزل الواجب بي دي اف. ايه هنبعته يا زياد حاضر. ماشي اتفضلوا يا شباب هنبعت كل الحاجه بي دي اف ما تقلقوش.